السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أفضل مواقع وأفضل برامج أنا بشتغل عليها وبصفة دورية. هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو بحيث إن أنت تقدر تتفرج عليه براحتك، تقدر تحمل البرامج ديت أو تقدر تشوف المواقع دي. وده موقع اسمه alternative2.net. الموقع ده عبارة عن إيه؟ إن أي موقع بيعجبك تقدر تشوف البدايل بتاعه، او اي برنامج ممكن مثلا برنامج شايف ان هو بفلوس فانت بتدور على البديل المجاني ليه او الفلوس وكده. طيب خلينا نشوف الموقع اللي هو الالترناتيف دوت اهو. ده كل برنامج او كل موقع بيبدأ يجيب لك البدائل بتاعته، يعني مثلا مايكروسوفت وورد مثلا بيبدأ يجيب لك المزايا بتاعته واستخداماته والرابط بتاعه وكم واحد بيشكر فيه، والبدائل مثلا لايبرري اوفيس ده واخد ريت عالي جدا ومجاني اوبن سورس، جوجل دوكيومنتس هو مجاني بس مش اوبن سورس لكن انا بفضله الصراحه لان هو اونلاين، دبليو بي اس رايتر برضو كويس لكن لايبرري اوفيس افضل، اوبن اوفيس بقاله فتره ما اتطورش. طيب كده احنا فهمنا الفكره. طيب لينكد ان ده من المواقع اللي طبعا لازم تدخل عليه اكتر من فيسبوك لان ده خاص بالشغل ولازم يبقى صفحتك عليه ممتازه. سورس فورج ده موقع بتلاقي فيه كل البرامج الاوبن سورس، فده موقع ممتاز جدا لفكره السورس الاوبن سورس البرامج المجانيه الحره. تمام، هقول له هنا ان انا عايز ادخل على السورس فورج. انا دايما بدخل عليه سورس فورج دوت نت. اي مجال انت بتدور عليه هتعمل سيرش عليه هيجيب لك البرامج المجانيه اللي تبعه، مثلا حاجات خاصه بيه البلوكتشين بالداتابيس بالاديوكيشنال بالموبايل بكل الحاجات الاوبن سورس هو بيبدا يجيبها لك. تمام، فالموقع ده من المواقع الممتازة. سيسي هاب ده موقع خاص بالأبحاث، يعني اختلفوا كتير في الفكرة لكن هو لو انت في بحث وهو بفلوس وانت مش قادر تشتريه تقدر تدخل على الموقع دوت وتديله رقم البحث فهو يجيب لك البحث ده يفتحه لك ببلاش. بيفتحه ازاي؟ ان في حد بيكون عنده صلاحية ان هو الجامعة فاتحة له البحث دوت فهو بيديهولك من خلال الشخص دوت. اوتوديسك هوم ستايل ده موقع ممتاز تبع اوتوديسك بنصمم بمباني شكلها حلو، وكل ده طبعا شرحناه في بيم اريبيا بالتفصيل. تمام، انا مش عايز بس اطول وقت بتاع الفيديو بس مجرد تقول له فيزيت ويب سايت بتقدر تدخل على الموقع وتقدر ان انت تصمم بيت بطريقه سهله جدا، يعني حتى يصلح لغير متخصصين ويصلح للاطفال وكده. ونفس الفكره برضو بالنسبه لسويت هوم 3 دي، والاثنين مشروحين في بيماري بالتفصيل. خان اكاديمي من الموقع كويسة جدا، وهو يعني شاب حد قريبه قال له اشرح لي حاجه فشرح عجب الناس فبدا ان هو يعمل موقع وناس كتير اتبنت الموضوع، فشرح كتير مجاني بيخليك ان انت قوي في مجالات كتيره جدا زي الرياضه والبرمجه والحاجات دي كلها. اوبن ستريت ماب ده بنعمل خرائط مجانيه وخرائط بالتفصيل لكل حاجه. طبعا ليبيا سابقانا كتير، نفسنا في مصر ان شاء الله نعمل الخرائط بتاع كل شوارع مصر ان شاء الله بمساعدتكم طبعا، فهتلاقوا في بيم قريبا شارحين الفكره وشارحين التفاصيل بتاعتها. اي اف تي تي ده انا بستخدمه كنوع من البروجرامنج وزاوت كود، ان انا بربط حاجات ببعض. بمعنى ايه؟ انا لما انشر في اليوتيوب خد اللي انا نشرته في اليوتيوب ده وبعته على الفيسبوك وبعته على تويتر وبعته على لينكد ان وهكذا، فبيساعدني كتير جدا بدل ما انا ابذل جهد في حاجات كتيره جدا، لا هي خلاص انا برمجتها او قلت له عليها مره واحده هو عملها. تمام، يعني ماي
ابلت تمام. بقول له مثلا لو نشرت حاجه في الانستجرام ابعتها على التويتر مثلا تمام. ار اس اس تو تليجرام، لو حاجه اتنشرت بيبعتها على التليجرام، بوست انستجرام، فوتو تو فليكر، وهكذا، لان انا مش هبدا موجود في كل الحاجات ديت تمام. طيب جيت هاب ده مفيد جدا للمبرمجين تمام، وبنبدا نشارك فيها الاكواد بتاعتنا وحاجات زي كده. هتلاقي ناس كتيرة مشاركة الأكواد وتعلم منها برمجة وهكذا. طيب الموقع ده عشان نعمل دايجرام، وكل اللي أنا اتكلمت فيه تقريبا مجاني، يعني كل اللي أنا اتكلمت فيه مجاني. تقدر ترسم مخططات، سواء مثلا هتشرح فكرة أو هترتب الأفكار بتاعتك وكده. بورتابل ابس ده انا بستخدمه بالذات لو انا شغال في شركه والشركه مقفله التصنيف، فبدل ما اقول للاي تي انا بروح مسطب منزل البرنامج دوت وبشغل البرنامج من غير تنصيب. يعني محتاج مثلا اعمل اي حاجه، كل البرامج دي مجانيه كلها فري وكلها بتنزل عندك وتقدر تشغلها من غير تصنيف. انا حتى حاطط الايقونه بتاعتي تحت هنا، هفتحها لكم اهي تمام. انا شغال بيها على طول، دي كل الحاجات دي انا مش مسطبها، بدل ما ازحم السي وكده، لا انا هحطها على جنب. هتلاقي برنامج الاسكيب من ضمن البرامج اللي انا بشتغل بيها كتير، ده بيعمل الصور كده زي الاستريتور. بلندر بيعمل حاجات 3 دي، ده بيقول لي اذا كانت في ملفات متكرره، ممكن يكون مثلا ملف شرح موجود في كذا فولدر فهو يقول لي عليها بدل ما هم واخدين مساحه على الفاضي. لايبرري الاوفيس ده لو انت عايز تشتغل اوفيس من غير، انا شاري على فكره مايكروسوفت اوفيس، بس انا بحب ان انا استخدم جوجل درايف افضل بكتير. كرايت عشان ارسم بيه، نوت عشان اكتب ملحوظات، انتي رينيم ده بيخليني اغير مجموعه كبيره من الملفات مره واحده، بيتش بيت هنتكلم عنه برضو، ده بينظف الكمبيوتر ويخليه سريع، سي سي كلين ده برضو بينظف، سي كلينر، فوكسيت برضو انا حاطه من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها، بيخلينا نقرا ملفات البي دي اف، جيمب بديل للفوتوشوب، انكسكيب موجود فوق اهوت تمام. طيب نكمل قائمه بيست. ديسكورد ده يعني بنعمل بيه اجتماعات ونقدر نناقش فيها، يعني نقدر نقول ان هو بديل للزوم. اوديو سيتي ده عشان اظبط لو في صوت مثلا في مشكله ببدا ادخل اظبطه شويه. جي داونلودر من افضل البرامج اللي بشتغل بيها عشان انزل ملفات كتيره. برنامج تريلو ده بنظم بيه الافكار، بنظم بيه ينفع مع الفريق ابدا ادي جوبس ونبدا نتناقش فيها. ده برضو ده البيتش بيت بينظف الملفات. برنامج بلندر 3 دي. سيجنال ده بديل للواتساب، وده فعلا استخدمته لقيته ممتاز. برامج زوم هي ما نقدرش نقول ان هو من البرامج الكويسه يعني عشان عقد الاجتماعات. برامج التليجرام ده بديل الواتساب وقوي جدا، وبنحاول ان احنا نركز عليه لان هو يعني اعتقد ان هو مجاني اوبن سورس، يعني انها ما مش تبع شركه احتكاريه زي الواتساب تمام، هو فري اوبن سورس. او بي اس ده انا بسجل بيه بعض الفيديوهات، بعمل بيه بس ستريم. فوكس رايدر عشان اقرا ملفات البي دي اف. في ال سي عشان اشوف الفيديوهات. وورد بريس ده اللي عامل بيه الموقع والمدونه. نانتي ده ممتاز جدا لو انا لسه مسطب ويندوز جديد وعايز اسطب برامج كتير جدا، فبدخل عليه واقول له انا عايز 1 2 3 بعلم على كل اللي انا عايزه، واقول له سطب، وان كليك يروح مسطبهم كلهم. خليني اقول له انا ده هنا بيقترح عليا بدائل ليه. سهل جدا، بتقول له مثلا عايز ده وده 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 وده، بتبدا تعلم على الحاجات اللي انت محتاجها تمام. اول ما تسطب يعني على سبيل المثال محتاج مثلا نت 4 اكيد، محتاج مثلا برامج معينه، البرامج اللي انت بتبقى محتاجها بتقول له
داونلود اند ران، يروح منزلهم لك ويستطبهم لك كلهم من لينك واحد، تمام؟ فكل اللي انت محتاجه تستطبه مره واحده. شفت سهل ازاي؟ ويندر ستيت ده بديله الفولدر او الدرايف، هو يبدا يجيب لي التسميه بتاعته. بيقول لي اكبر مساحه موجوده في اي فولدر. انا ممكن اكون حذفته واعتمدت على اللي هو البورتابل. تمام. طيب عشان الناس بس تيجي هنا تقول له اه وندر ستيت، انا بشيل لما بلاقي حاجه في البورتابل بعتمد عليه. الفري مايند ده بيعمل لك مايند ماب، خرائط ذهنيه. طيب جوجل دوكومنت زي الجوجل وورد، بتحط عليه الكتابات الكتب بتاعتك. جوجل كاليندر تنظيم المواعيد. جوجل كروم المتصفح اللي انا شغال عليه ده، موقع بقى اسمه بيست اوبن سورس، تمام؟ بيجيب لي افضل البرامج بتاعت الاوبن سورس. طيب خلينا نفتحه من هنا. برنامج انسكيب اتكلمنا عنه، ده برنامج بفك الضغط اسمه 7 زيب. وفي جيمب اتكلمنا عنه، بروجرامنج زي كود تكنولوجي، دي طريقه ان انت تقدر من غير ما تكتب اكواد تبرمج اي برنامج انت عايزه. طيب تعال نشوف بقى البيست اوبن سورس انفورميشن. او دي بقى البرامج الاوبن سورس، تبدا ان انت تشوفها وتشوف ايه افضل حاجه انت محتاج ان انت تستخدمها. ودي ميزتها انها بتبقى حاجه موصوف فيها، ما فيهاش فيروسات، بتكون حاجه خفيفه، بتتطور بسرعه، يعني فيها مزايا كتيره جدا، تقدر تختار اللي انت عايزه. احط لكم الرابط اسفل الفيديو، بحيث ان انا كل ما الاقي برنامج حلو هضيفه، وكلكم ان شاء الله تقدروا تستمتعوا بيه ان شاء الله. ولو انت شايف اي برنامج حلو او موقع تنصحني بيه، يا ريت تسيبه في